أما ختام فقراتنا هلأ فرح، هي مسابقة مانديلا العالمية للآداب، حيث حازت الأديبة السورية ميرفت أحمد علي على المركز الأول بمسابقة مانديلا العالمية للآداب الدورة الأولى لعام 2021 بفئة أفضل مجموعة قصصية. عن هالمسابقة العالمية وعن هالفوز أكيد رح تطلعنا على التفاصيل الأديبة السورية ميرفت أحمد، يعني حتى تقلنا كيف كان شكل المسابقة والنتيجة اللي حصلت عليها والرواية القصصية اللي فازت فيها. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. الله يبارك فيكم. شكرا شكرا. صباح الخير. صباح ومبروك لك ومبروك لنا اكيد. الله يبارك فيكم جميعا. شكرا. شكرا لك. خلينا نحكي بالتفصيل عن مشاركتك، قد ايه ضليتي وقت لحتى تعدي لها، بشو شاركتي وكيف كانت الاصداء؟ نعم، الحقيقة جائزة مانديلا للآداب أشهرت في البداية عام 2015 ولم تكن حينها مختصة بالأدب، كانت تختص بتكريم أفضل شخصية ذكورية وأنثوية تعمل في الشأن الإنساني، خدمة الإنسان، تقديم خدمات جليلة. وتقرر أن تعود للانطلاق عام 2020 ولكن ليس في الأدب. بسبب ظروف وباء كورونا واجتياحه للعالم كانت التأخيرة كما يقولون فيها خيرة، فأخرت وأرجئت إلى عام 2021، ولكن كان لنا نصيب نحن الأدباء فيها حيث أنها اختصت أو نحت منح الآداب. الحقيقة أنا سمعت بالجائزة من وسائل التواصل الاجتماعي وكانت مقتضبة، الإعلان عنها مقتضب، يعني فقط نحن نريد في المجالات التالية قصة، شعر، رواية، وهذا هو الإيميل وهذه هي الجوائز. نعم. هذا الاقتضاب بالحقيقة دفعني إلى أن أتصل بالجائزة وأتواصل لأتحرى من هو المسؤول عنها، ما هي الجهة، لماذا هذا الاقتضاب، أين هي اللوائح التحكيمية لنكون، ما هي الشروط الخاصة. فطبعاً أجابوني بكل احترام وقالوا أستاذة حقكم علينا، لم نعلن كفاية. لدى قراءتي لهذه الشروط أخذت مني مجموعة القصصية القمة تحضير بحدود شهر ونصف، عمل متواصل ليل نهار، تشطيب هنا، إضافة هنا، حذف هنا، يعني هذه مكابدات الكتابة. أرسلتها وكان النصيب أن فازت بالمركز الأول وسط تنافس شديد عربي وعالمي. نعم. لأن الجائزة هي موجهة لجميع الناطقين باللغة العربية بغض النظر عن الجنسيات. إن شاء الله ألف مبروك. يعني عم نشوف هيك صور عن بعض المجموعات القصصية. هلأ في شيء لستيفن هوكينج كنت ترجمتي في ترجمة. نعم. بالموضوع هي وخبرينا شو بتحتوي هالمجموعات، عن شو بتحكي، يعني شو الطابع الغالب عليها مجموعة القمة؟ نعم، الحقيقة احترت كثيراً في اختيار موضوع يهم القارئ في العالم، لأن توجه هذه الجائزة عالمي. نعم. يعني ينبغي علي كأديبة أن أعلم أنا في سوريا وفي المجتمع السوري، أعلم ما هي هموم الإنسان السوري والمواطن السوري، لأنني ابنة البيئة الجغرافية والاجتماعية والثقافية والعقائدية. ولكن توجه مانديلا كان للعالم، ماذا يهم الإنسان في العالم؟ يهمه قضايا هضم الحقوق العامة، الاستلاب، الهم السياسي، النضال لأجل حقوق الإنسان. علماً بأن جائزة مانديلا لم يعني تحصر اهتمامها أو لم تكن متجهة إلى شخصية الزعيم نيلسون مانديلا أبداً، هي كانت جائزة تركت حرية الفكر والرأي والكتابة واختيار الموضوع للكاتب، وهذا يعني أفسح مجالاً لحرية الاختيار، يعني هذا كان جانب إيجابي وفي الوقت نفسه هو جانب صعب. أريد أن أتوجه إلى الإفريقي وإلى الآسيوي وإلى الأوروبي وإلى الأسترالي، ما هو القاسم المشترك بهموم الناس في العصر الحاضر؟ حاولت أن أكتب عن الفقر، عن الانمساخ، عن تشييء الإنسان وتهميشه، عن التكنولوجيا التي اخترعها الإنسان بعقله وبتخطيطه، ثم بعد ذلك وقع ضحية لها. بدلاً من أن تنعكس بالإيجاب على المجتمع البشري والكوكب الأرضي،
كانت لها كوارث ونتائج مدمرة. الحقيقة الحمد لله استطعت أن أعثر على الخيوط المشتركة والهموم المشتركة للناس من كل الأعراق والإثنيات والعقائد والجنسيات، وأعتبر أن هذا هو يعني المفتاح الأول لنجاح المجموعة، إضافة إلى اختياري للأسلوب الساخر في الأدب. السخرية بأسلوبين، أسلوب السخرية الناقدة المرة الجارحة المعرية والفاضحة التي لا تصالح ولا تهادن، وأسلوب السخرية الكوميدية المستملحة والظريفة. واخترت لغة سهلة لأن آدابنا ستترجم إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى اللغة العربية. وهنا لابد أيضا من أن أشير إلى أنني لست السورية الوحيدة الفائزة في الجائزة، هناك الأستاذ الشاعر علي جمعة الكعود من القامشلي وهو يتابعنا في هذا اللقاء، وعبر منبر الإخبارية السورية. نعم أشكرك، نوجه له التحية. طبعا حالة بعد المسافة ويعني مشقات السفر والظروف الأمنية دون أن يكون معنا، وإلا يعني كنا نتشرف بوجوده، أخ عزيز وحاصد للجوائز مثلي، والحمد لله هذا توفيق لنا كسوريين نفخر به، واقتران اسمنا باسم الزعيم السياسي الكبير نيلسون مانديلا. شرف نيلسون مانديلا وتشي جيفارا، أسماء يحترمها السوريون، بلد الصمود والنضال والممانعة واللاءات لكل ما يمس السيادة الوطنية. من هنا كان الفرح السوري والاحتفاء الإعلام السوري قبل العربي بهذه الجائزة، ومنها وقفتي المشرفة هنا واستضافتي الكريمة منكم، يعني حقيقة سعيدة جدا وأعتبرها شيء مشرف وعلامة إضافية يعني في سجلي. أستاذة ميرفت، اليوم حضرتك نلتي هي الجائزة وبكل فخر قدرتي يمكن تتغلبي على منافسة كبيرة، اليوم شو بيعني نيلك لهي الجائزة إن كنتي كأديبة أو حتى اليوم كشخصية سورية بظل كل هي الضغوطات اللي تفضلتي وحكيتي عنها اليوم، كل الظروف ويمكن الحصار يلي عم يعيشه بما فيه الحصار الثقافي والحصار الاقتصادي وغيره من أنواع الحصار؟ نعم، الحقيقة لها معنى كبير، جائزة مانديلا العالمية لها معنى كبير. أولا رسخت التفوق الأدبي السوري، يعني اثنين في خضم هذه المعركة الكبيرة، وغير أنا والأستاذ علي الكعود، يعني إذا نظرنا إلى اللائحة القصيرة واللائحة الطويلة كان هناك أيضا اسمان سوريان آخران مخضرمان، وصل يعني 4 من الكتاب السوريين إلى الأدوار النهائية، ليس بالشيء القليل أبدا، ترسيخ الهوية السورية، إنجاز يضاف إلى الإنجازات الرياضية. أيضا كنتم في استضافة لشابتين، وأيضا هناك إنجاز رياضي إقليمي وعالمي في أستراليا، يعني تزامن هذه الإنجازات الأدبية مع الرياضية يؤكد على ثبات ورسوخ الفن والأدب السوري والرياضة والتفوق. سوريا في هذه المرحلة بالذات تؤكد أننا أمة لا يمكن أن نحني رأسنا للصعاب، بالعكس الألم والمعاناة تزيدنا ثباتا. نصر سوري كبير. وعلى الصعيد الشخصي أضافت طبعا هي الجائزة رقم 17 لي، والجائزة الدولية الثانية، ليست أول جائزة، ولكن صدقوني هي في كفة، وسيزار إخيتو الجائزة الإسبانية السابقة لها في كفة، والجوائز العربية مع احترامي لها ولمنابرها في كفة. يعني مانديلا جائزة كتير كبيرة، الاحتفاء أيضا العربي والضغط الإعلامي علينا كان كبير في المقابلات. أضافت لي، قرنت اسمي باسم الزعيم الكبير نيلسون مانديلا، الأيقونة التي تفتخر بها الشعوب المناضلة، هذا إنجاز. أيضا عززت ثقتي بنفسي كأديبة، هل أنا أسير في الطريق الصحيح؟ هل أنا وصلت بعد ربع قرن من الكتابة إلى النهج الأدبي الذي يجعلني أستحق أن أنطلق من المحلية والعربية إلى العالمية؟ أين أنا كأديبة من الأدب المعاصر اليوم؟ وأين هو موقعي؟ الحمد لله الصف الأول إلى جانب أسماء كبيرة،
أشكر الأديب المصري الكبير الذي أخذ المركز الثالث إسماعيل فتح الباب، أديب عمره 50 سنة في الكتابة وله ثقل نوعي لا يقل عن جمال الغيطاني يعني، وأيضا كتاب من السنغال وكتاب ناطقون باللغة العربية من مختلف الجنسيات. ويكفينا فخرا أن أدبنا سيترجم إلى لغتين يعني حيتين، أشهر لغتين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. هذا جواز مرور سوري كبير واكتساح للقلم السوري والحرف السوري في الساحة العالمية. أكيد نعم، يعني إن شاء الله تكون هي الجائزة هي مقدمة لجوائز أخرى عالمية وفعلا تكونوا سفراء سوريا بالأدب، ترفعوا اسم سوريا. بدنا منك أخيرا يعني بالختام، ما بعد مانديلا شو عندك مشاريع جديدة؟ هل هناك روايات أو مجموعات قصصية أخرى؟ نعم أكيد هناك مشروع عالمي انطلاقا من كتاب ستيفن هوكينج اللي تفضلتي وسألتيني عنه. ستيفن هوكينج هو كتاب في ألفته ولم أترجمه، عن عالم بريطاني شهير في بل يعني قدم فتحا في عالم الفيزياء الكونية. صحيح. توفي في مارس 2018. أنا أول مؤلفة عربية تؤلف عنه كتاباً أكاديمياً موسوعياً عرف القارئ العربي ليس في سوريا فحسب بل في كل العالم الإسلامي بإنجازات ستيفن هوكينج واكتشافاته الكونية وتنبؤه لمستقبل الكون، إضافة إلى سيرته الذاتية وقصة كفاحه مع الشلل وغير ذلك. وهذا هو مشروعي، ستعمل ابنة ستيفن هوكينج حالياً الإعلامية والأديبة لوسي هوكينج على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، وهناك دعوة إذا سمحت الظروف والعلاقات بين الدول، وصار هناك انفتاح طبعاً سوري على العالم أن أستضاف هناك وأن أكتب السلسلة الثانية في قصة حياة ستيفن هوكينج وأدرس إنجازاته الأدبية، لأنه حقيقة قدم أيضاً إضافة أدبية توجه إلى الأطفال في العالم وكتب قصص في الخيال العلمي شرحت نظرياته الفيزيائية بسلاسة للأطفال في العالم وترجمت إلى 12 لغة عالمية سلسلة هوكينج في الأدب الخيال العلمي للأطفال. هذه المحطة الثانية وإن شاء الله تكون إنجاز شخصي وسوري، يعني لن نقصر في حق بلدنا ولن نقصر في حق أنفسنا إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذة ميرفت، ونحن فخورين كل الفخر فيك سواء من الجوائز اللي نلتيها سابقا جائزة مانديلا وطموحك لقدام، طموح كتير كبير اللي نحن أكيد بنشد على إيدك ومنقلك كل التوفيق وناطرين دائما ترفعوا اسم سوريا بالعالي. شكرا لك. أشكركم جدا على هذه الاستضافة، واسم سوريا مرفوع فينا وبلانا ونحن أبناء وخدمة لأمتنا، كل الشكر لكم ولمنبر الإخبارية السورية. شكراً لوجودك معنا وأنت قادمة من محافظة طرطوس، شكراً لوجودك وإن شاء الله منشوف مجموعات قصصية عالمية باسم وتوقيع سوري. شكراً لك. شكراً، تحياتي.